يقول ابن تيمية يكمل يقول: وأما الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي، فقد ذكر القاضي ذلك لما ذكر تلك الأحاديث، وأما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت رؤيته تلك الليلة فإنه لم يعتمد في ذلك أو لم يعتمد في ذلك إلا على الحديث الذي ذكر هذا كله في الكلام عليه، وهو الحديث الذي سنذكره إن شاء الله مما رواه الخلال عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت، فذكر أو حتى وجدته فذكر كلمة ذهبت عني، قال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى وذكر الخبر. قال القاضي، يكمل ابن تيمية يقول: قال القاضي: اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول، أحدها في إثبات ليلة الإسراء وصحتها، والثاني في إثبات رؤيته لله تعالى تلك الليلة، والثالث في وضع الكف بين كتفيه، والرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه، والخامس قوله لا أدري لما سأله فيما يختصم الملأ الأعلى ثم تكلم على ذلك. قلت ابن تيمية: الإسراء وإن كان حقا ورؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءت بها آثار ثابتة، وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه بالمدينة في المنام، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه. اسمعوا اسمعوا يا أعزائي يا أبنائي، اسمعوا يا أيها السنة يا أيها الشيعة، لست أنا من أقول، ابن تيمية يقول بأن القاضي بأن أمة التيمية بأن أمة التوحيد الأسطوري يأتون بروايات كاذبة، بروايات مكذوبة، بروايات موضوعة. إذن القاضي أتى بهذه الرواية وهي رواية موضوعة مكذوبة. أنا من أقول أم ابن تيمية الذي يقول؟ يقول: ولكن هذا الحديث الذي رواه القاضي بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. هذا هو أئمة التيمية، هذا هو نهجهم، يأتون بروايات مكذوبة موضوعة لإثبات باطلهم، هذا هو، هذا شيء ثابت. ارجعوا إلى ما يقوله ابن تيمية من افتراءات على الأشاعرة على المعتزلة على الشيعة، ستعرفون وتتيقنون هذا الأسلوب عند التيمية، كله عبارة عن، كل ما يفعلون عبارة عن افتراءات وأكاذيب وأساطير، هذا هو نهجهم. لكن عندما ينحصر، عندما تضيق عليه شبكة العلم والاحتجاجات والمناقشات والحوارات العلمية، ماذا يفعل؟ يتملص من هذا، يتهم إمامه، يتهم من يرجع إليه، يتهم من له قدسية في مذهبه وعند أتباعه، يتهم النبي، يتهم الخالق، المهم يثبت ما عنده من باطل، هذا هو نهجهم. يقول: لكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وإنما ذكر، يقول: ما هي الرواية الصحيحة؟ يقول: هذه الرواية صحيحة، ذكر أن ربه أتاه في المنام وقد قال له هذا ووضع يده بين كتفيه بالمدينة في منامه، ولهذا لم يحتج أحد من علماء الحديث بهذا، بل رووه للاحتجاج ولم يثبته أحد في الأحاديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث كما بيناه. فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم. أقول: أولا،
الإسراء يعني السير ليلا، فانتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به إلى السماء، ثم العودة به إلى المسجد الحرام، هذه كلها إسراء لأنها حصلت ليلة، هذا وانتهى الأمر، لأننا قلنا الإسراء يعني سير ليلة. ثانيا، ثبت الخلاف في الإسراء في أنه هل حصل بالروح والجسد أو بالروح فقط، أو أنه كان في المنام، هذا يوجد خلاف، هل حصل بالروح والجسد أو حصل بالروح فقط أو أنه كان في المنام، يوجد فرق أنه حصل بالروح أو أنه حصل في المنام. إذن عندي حصل بالروح والجسد، حصل بالروح وكان في المنام. وثبت أيضا حصول إسراء واحد يقينا حصل فيه الانتقال إلى المسجد الأقصى، والذي تزامن معه عروج إلى السماء، وبعد المتابعة والتحقيق في الروايات والشواهد فإنه يترجح أو يحصل الاطمئنان بتعدد رحلات الإسراء، ولا يوجد ما يثبت انحصار ذلك في مكة دون المدينة، يوجد وقائع إسراء متعددة ولا يوجد ما يثبت أنها أو أنها كلها حصلت في مكة دون المدينة. ثالثا، عليه ممكن أن تكون رواية القاضي لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي، ممكن أن تكون هذه الرواية تشير إلى حادثة إسراء وقعت في المدينة، والقاضي أبو يعلى وغيره يقصدها ولا يقصد تلك الواقعة للإسراء التي حصلت في مكة. وعليه فلا يتم ما ذكره ابن تيمية من إنكار الحديث وإبطاله بهذا الطريق من الإبطال، بادعاء أن مضمون الحديث قد وقع في المدينة وأن المدينة لم يحصل فيها ومنها إسراء أبدا، بل حصلت رؤيا في المنام، هذا كلام ابن تيمية. أقول فلا يتم قوله وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه بالمدينة في المنام، لا، نقول ممكن أن يكون هذا الحديث راجع إلى حادثة إسراء حصلت في المدينة وانتهى الأمر. رابعا، على فرض تعدد رحلات الإسراء وحصول بعضها في المدينة المنورة، فلا يبقى أي محذور في تكرر رؤيا ومشاهدات الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لنفس المعاني، فيكون قد شاهدها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أولا، ثم صدقه الرؤيا فتحققت في الخارج في اليقظة بالروح أو بالروح والجسد. الآن نقول يعني لو يوجد إشكال، هذا لدفع الإشكال، لو يقال بأنه يوجد روايات تدل على أنه حصل مثل هذا المعنى في المنام، نقول لا يوجد إشكال، حصل هذا المعنى في المنام وبعد هذا صدق الله المعنى في الخارج فحصل إسراء في الخارج تطبيقا ومصداقا مع ما شاهده في المنام، أين المشكلة؟ إذن أقول فيكون قد شاهدها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أولا، ثم صدقه الله الرؤيا فتحققت في الخارج في اليقظة بالروح أو بالروح والجسد، مثلا في رؤيا الرب الشاب الأمرد في المنام، ثم صدقه الله، ليس الله وإنما ثم صدقه الرب الأمرد الرؤيا فيلتقي به في الخارج في اليقظة بصورته الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط موقر موفار عليه نعلان في خضرة. وعليه فلا يتم ما اعترض به ابن تيمية على القاضي بالدعاء أنها في النوم لنفي أن تكون خارجا وفي اليقظة، فقد أثبتنا إمكان تحقق الحادثتين.